السلام عليكم ورحمة الله. من مدريد، كرئيس جمعية دار المهاجر استقبلنا الخبر ديال فتح الحدود الجوية من طرف وزارة الشؤون الخارجية والإفريقية بالمجال الطيران. هذا فتح الحدود جاء باستقبلة وبصدر رحب من طرف الجالية المغربية المتواجدة بإسبانيا وخاصة بمدريد. كان من المنتظر الإخوان المغاربة ينتظرون فتح الحدود البرية على مدينة الخزيرات، لكن نحن مع المغرب في قراراته الصائبة في هذا المجال. فتح الحدود هذا يعني هناك أن المجالية المغربية سوف تلتقي بأهلها وأحبتها وذويها، وهذه صلة القرابة وصلة التراحم بين الأهل والأحباب وعودة الجالية إلى وطنها الأم بعد غياب دام أكثر من 24 شهر، سنتين على الأقل. لكن فتح الحدود في فرنسا، مدينة سات الفرنسية ومدينة في دولة إيطاليا جنوفا، هذا سوف يسهل عملية العبور بالنسبة للجالية المتواجدة بفرنسا أو بإيطاليا. كجالية مغربية الحمد لله نحن هنا مجتمعون في هذه الليلة المباركة ونرحب بهذا القرار، وسوف نكون في الموعد بالدخول إلى أرض الوطن والالتقاء مع الأهل والأحباب. نشكركم ونشكر وزارة الجالية ونشكر صاحب الجلالة على هذه المبادرة التي أتت بصدر الرحب وفرحت جميع المهاجرين ودخلت سرعة الفرحة على جميع المهاجرين لعودة الأرض الوطن. ونتمنى أن تسوي الأوضاع بين الدولتين الشقيقتين إسبانيا والمغرب لعب فتح الحدود البرية، ولنا موعد إن شاء الله في المملكة المغربية. من مدريد نستودعكم الله مع أبناء الجالية. عاش الملك.